معلش انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي يا ايه. انا متجوزه يعني من وانا عندي 14 سنه ونص. ازاي كده يا ايه تعملي في ولا نفسك حاجه كده؟ سننوها للاسف يعني. ايه وازاي اهلك يعملوا فيكي سننوها؟ كده؟ كملي انا يا ايه. صراحه اتجوزت صغيره وهو برضو كان متجوز صغير، هو كان كام بس سنه ابوه بقى؟ ما كانش 15. موافق ان انا اتجوز صغيره، مين قولي بس تاني؟ جدي بقى الله يرحمه هو اللي جوزني. باباكي ما كانش موافق؟ ما كانش موافق. والجد هو اللي تحكم في ده؟ اه وبعدين احكي لنا ايه. فانا عشت معاه وكل حاجه، بس ما كنتش اعرف حاجه عن الصح وعن الغلط. طبعا طفله. بقول لحضرتك انا عشت معاه بس ما كنتش سامعاكي يا اعرف ايه. عن الصح وعن الغلط، او اعرف هو ماشي صح او ماشي غلط. نعم. فانا دلوقتي عندي 24 سنه ومعايا 3 ولاد. فدلوقتي كل يعني انا بشتغل معاه من في مصر ودايما مشاكل. نعم. وعرفت ان هو يعني كان مقرب من حريم وله علاقه معاهم، لما هو بقرب عنده من كام الحريم سنة؟ دي قرايبي. ايه هو عنده كام سنة؟ فعنده 29. 29 سنة ومعاه 3 عيال. اه ماشي. معلش، وبعدين قرايبك في محيط المحارم يعني؟ ايه قرايبك في محيط في أنهي محيط؟ محارمك. بتقول ايه؟ محارمه يعني قرايبك دول بنت خالتك، بنت عمك ولا اختك لا بعد الشر ولا امك؟ امرات خالي وخالتي. خالتك؟ خالتي هو على علاقة بخالتك؟ خالتي انت جوزك على علاقة بخالتك؟ على علاقة بخالتي وعلى علاقة بمرات خالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماشي يا ايه. أنا عايزة يتغير ومش عايزاه عارفة، يتغير؟ ودايما مشاكل وعمال يزعق لي وعمال يشتمني. فأنا كنت كل ما أزعل ما كنتش برضه أطلع علشان عيالي، وعشان أنا أبويا عنيف وعنيد، أول حاجة هيعملها هيطلقني وهياخد ولادي وهيسيبهم له. فكانت أمي دايما هي اللي تقول لي معلش استحملي، معلش اصبري. امك كانت بعد ما بتقولك استحملي وهي خلاص عارفه ان جوزك على علاقه بخالتك، ولا ما كانتش تعرف المصيبه دي؟ ايه مامتك كانت بتقولك استحملي وهي عارفه ان جوزك على علاقه بخالتك، ولا ما كانتش تعرف؟ هي خالتي دي ماشيها مش كويس. انا بسالك سؤال تاني، مامتك كانت عارفه الموضوع دوت، لا ولا كانت بتقولك لا لا لا. استحملي على طبعه الصعب يعني والحاجات دي؟ لا ما كانتش عارفه. ما كانتش عارفه. طب الحمد لله. ماشي يا ماما. ماشي ايه. تابعينا حبيبتي، تابعينا وقلبي معاكي والله العظيم. احنا هو طبعا لازم يميل الى السيدات الاكبر منه سنا، لانه جرب البنات اللي هو واخدها عشان يربيها على ايده، فهو دلوقتي بيميل للسيدات دي. واحنا عندنا حاجه، احنا اول حاجه لازم هذا الشخص يحصل له حاجتين، لازم يبتعد ابتعاد تام، ولازم يعلن يعمل ارادته ان هو يتغير تغير شامل. لو ما حصلش احنا ماشيين في طريقه وحشه قوي. يعني الشخص اللي هو بيقيم علاقات، مش بس ده، الشخص اللي هو بيتحرش في محيط القريب من المرأة، سواء اخواتها او امها او خالتها، فهو شخص في الحقيقة غير متزن نفسيا وغير متزن ايمانيا. فانا ما بحبش ان العلاقات لو في واحد هيستمر في ده تستمر. احنا عندنا لو في محيط الاخت او محيط كذا، احنا بنقول للشخص ده تسيبه. فهو الشخص ده لازم يبتعد ابتعاد تام، يعني خالتها دي ما تتشافش، ويبتعدوا عن بعض ابتعاد تام خالص، حتى لو هنغير السكن، حتى لو هنروح قرية تانية، حتى لو هنروح قصة تانية، إذا كنا عايزين يحصل صلاح حال، لأن الشخص ده أدمن الكبيرات السن عنه، أو ممكن يكونوا على فكرة في سنه، يعني هو خلاص السن الصغير هو زهق منه. رأيك يا دكتور؟ طبعا دكتور عمرو معاه حق جدا. أنا شايفة هو نوع من انواع الادمان، بس هو لازم يعترف ان هو عنده طبعًا. مشكله. فبالتالي ده توبه، ده توبه لازم. لو مش معترف انا مش ملهاش شايف حل. انا مش شايف ان الامر كويس يعني. لو اعترف ان هو عنده مشكله فممكن يعني ساعتها احنا بنوارب الباب ونحاول نحل. بالظبط، محتاج يغير. لا لا لا، انا مش بوارب الباب، انا بشرط. صح. بشرط. انا شايف ان هي في حالتها. طب وانت شايف ان ايه صوتها المتدمر ده هتعرف تتشرط وتقول لك ابويا هيطلقني وياخد العيال؟ هي اتوجعت دلوقتي وهي عارفه طريقها دلوقتي. احنا واجبنا ان هي تتنور، ان هي بتتعامل مع زوج دي اوصافه. انا ما بطلبش منها ان هي تبقى تستقوى كده، بطالبها ان هي تفهم يعني ايه اتزان. هي مع حد غير متزن، فهتعمل ايه؟ لو فضلت مع هذا الشخص غير متزن حياتها هتتدمر هي واولادها اكتر. طبعا. فاحنا لازم نقول والله احنا نقف كده، احنا اي حد عنده ادمان احنا بنقف، ونعمل
نعمل ايه؟ استمرار مشروط. مشروط بشرطين، ان انت لازم تتعالج وتخرج من الازمه اللي انت فيه، ولازم تغير برنامج حياتك. غير كده ما ينفعش. وطبعا عشان ده يحصل لازم ابعد عن الحاجه اللي انا مدمنها، زي مدمن اي حاجه في الدنيا. لو حد مدمن اي نوع من انواع المخدرات، غير مكان، غير لازم بلد، ويشتغل في حته ما فيهاش النوعيه دي من الستات. حضرتك العلاقات اللي زي دي بتبقى علاقات مع دم، هي كمان حتى لو هي متجوزه. ايوه طبعا. تبقى الاثنين مدمرين لبعض. ما هي بتقول مرات خالي، من ضمنهم مرات خالي. اهو شفتي حضرتك مرات خالي، وبعدين وممكن خالتها دي على فكره تكون متجوزه رخصه. حاجة فلازم الحسم، لازم بقول لايه، لازم الحسم.